السلام عليكم. النهاردة هنعمل ملخص لفيلم باتمان اند سوبرمان باتل اوف سوبر سانس، لكن قبل ما نبدأ ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على فيلمنا اللي بيبدأ على كوكب كريبتون وبيكون على وشك الدمار، واحد سكان الكوكب واللي اسمه جوريل بياخد ابنه وبيحطه في سفينة علشان يخرجه برا الكوكب وينقذ حياته. لكن قبل ما السفينة تطلع معمل جوريل بيتدمر، واحد الكائنات اللي موجودة فيه بيقدر يهرب وبيلزق في السفينة قبل ما تطلع، والكوكب بيتدمر والسفينة بتنجح في الخروج منه وبعدها بتتحرك بسرعة الضوء، لكن الكائن ما بيقدرش يستحمل وبيقع منها والسفينة بتتجه للأرض وبتقع في مزرعة بيملكها رجل اسمه جونسون كينت ومراته مارثا، وبياخدوا الطفل وبيربوه لحد ما بيكبر وبيكتشف ان عنده قدرات خارقة، وبعدها ابوه وامه بيموتوا وهو بيقابل باتمان وبيكونوا هما الاثنين الجاستس ليج، وبعد كده بيقابل الصحفية لويس لين وبيتجوزها وبيخلي خلفوا ولد بيسموه جونسون على اسم ابوه اللي اتبناه جونسون كين. وبيكبر الابن وبيبقى متضايق من والده ووالدته لانهم على طول سايبينه علشان شغلهم، فلويس بتديله محاضرة عن الصحافة واهميتها في المجتمعات المتحضرة، وبعدها بتسيبه وبتروح على شغلها. بعد كده بيوصل ابوه وجون ما بيبقاش عارف انه سوبرمان، فبياخده وبيروحوا يشتغلوا في المزرعة، لكن وهم قاعدين بالليل جون بيشوف حاجة غريبة بتتحرك في السماء، والسوبرمان بيعرف انه برج المراقبة بتاع الجاستس ليج وانه خرج عن مساره، فبيسيب ابنه وبيطير على هناك وبيقدر يوقف البرج وبيلحم الفتحة اللي فيه، وبيطمن على جرين ارو اللي بيبقى هناك وبيقول له ان في حاجة خبطتهم لكنهم ما يعرفوش ايه هي، فسوبرمان بيقول له انه يتصل بباتمان علشان يعاين الاضرار، وهو بيروح على اليابان علشان في احصار على وشك انه يضربهم. بعدها جرين ارو بيسمع صوت غريب في البرج فبيروح علشان يشوف ايه اللي بيحصل، لكن شيء غريب بيهجم عليه. بعدها بنروح لجون اللي بيبقى في بطولة البيسبول، لكن بيلاقي ان والدته بس هي اللي موجودة وابوه مش موجود بالرغم من وعده انه هيحضر الماتش. بعدها بيسمع اتنين من زمايله وهم بيتريقوا عليه، وده بيأثر عليه وبيخليه يفشل انه يضرب اي كورة وبيخسر المباراة، ووالدته بتحاول تواسيه لكنه بيرمي المضرب وبيقول لها انه عاوز يروح. ولما بيوصل البيت بيقفل على نفسه الأوضة وابوه بيجي، ولما بيدخل اوضته علشان يعتذر له بيلاقيه خرج من الشباك وبيفضل يجري في المزرعة وهو متعصب، وفجأة بيخرج الليزر من عينه وبيفجر بيه خزان المية، وبعدها بيروح يستخبى وابوه بيقعد يدور عليه، لكن جون بيقول له انه يسيبه لانه اكتشف انه شخص غريب، فابوه بيظهر له ببدلة سوبرمان وبيقول له انه مش هيبقى اغرب منه، وجون لما بيعرف ان ابوه هو سوبرمان بيبقى فرحان جدا، وامه بتبقى عاوزة تعرف اذا كان بيمتلك نفس القوة اللي عنده جوزها ولا مجرد الليزر اللي في العين، فسوبرمان بياخده وبيطير بيه على جوثم عند باتمان اللي بيكون في مطاردة مع بينجوين وعصابته، وبعد ما بيقبض عليهم بياخده مع الكهف بتاعه، وهناك بيقابلوا ابنه داميان واللي بيكون شخص مغرور جدا، وباتمان بيقول له انه ياخد جون ويحطه على جهاز تحليل الخوارق علشان يعرفوا مقدار القوى اللي عنده، لكن هم ما بيقدروش يكتشفوا حاجه، وباتمان بيقول لسوبرمان انه ما دام اول قدره ظهرت عنده لما كان في حاله صدمه فممكن باقي القدرات تظهر لما يتعرض لضغط شديد. ساعتها داميان بيقوم زقه وموقعه من فوق الكهف، لكن سوبرمان بيقدر ينقذه، وباتمان بيمشي داميان وبيعتذر لسوبرمان، وبعدها بيسأله عن برج المراقبة، فسوبرمان بيقول له على اللي حصل هناك وانه قال لجرين ارو انه يتصل بيه علشان يعرفه بالاضرار، لكن باتمان بيقول له انه مفيش حد اتصل بيه، فبيروحوا بعدها يتصلوا بجرين ارو فبيلاقوه بيتكلم بطريقة غريبة فبيعرفوا ان في حاجة غلط بتحصل. ساعتها سوبرمان بيروح ابنه وبيطلع هو وباتمان على برج المراقبة، سوبرمان بيعمل مسح للبرج لكنه بيحس بالخطر وبيلاقوا وراهم مارشن مان هانتر بيخرج من بقه الكائن الفضائي وبيهاجمهم. بعدها بنروح لداميان اللي بيبقى متضايق لان فريق التايتنز رفضوا انه ينضم لهم، وده بسبب غروره الشديد وانانيته، وبيبقى عاوز يكون فريق خاص بيه، لكنه بيلاقي ابوه جاي من وراه وبيحاول يقتله، لكنه بيقدر يقتل الكائن اللي ماسكه، فبيخرج واحد تاني من بقه وبيسيطر عليه وبيقدر انه يضرب داميان وبيرميه من فوق الكهف. بعدها بيتصل بسوبرمان وبنعرف انهم سيطروا على كل اعضاء فرقه العداله وفرقه التايتنز وعلى وشك انهم يسيطروا على العالم. وبعد ما باتمان بيمشي بنكتشف ان داميان لسه حي، وداميان بيعرف
بيعرف ان كل الاعضاء تم السيطرة عليهم ومش بتبقي غير جونسون اللي هو عليه الدور. فبيروح له المدرسة وبيقول له ان الفضائيين هاجموا الارض وانهم لازم ينقذوا ابهاتهم، لكن وهم ماشيين بيقابلوا لويس وبيكتشفوا ان الكائن مسيطر عليها فبيجروا منها. فلويس بتقوم مطرداهم، لكن جون بيضربها بالليزر وبتقع في المية والكائن بيموت. وداميان بيبقى معاه جزء من الكائن وبيقول لجون انهم لازم يحللوه علشان يعرفوا نقطة ضعفه. وبيروحوا على مكان سري خاص بسوبرمان بيحتفظ بيه بممتلكاته اسمه قلعة العزلة، وده لانه المكان الوحيد اللي الكائن صعب يوصله. لكن اول ما بيدخلوا بيلاقوا كلب بنفس قدرات سوبرمان، والكلب ده اسمه كريبتو. بيطاردهم لكنه بيظهر هولوجرام لجورال وبيوقفه وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان هو وكريبتو يبقوا حراس قلعة العزلة. وداميان بيديله القطع علشان يحللها، وجورال بيقول لهم ان دي نسخة من كائن فضائي اسمه ستارو. الكائن ده قادر على انتاج ملايين النسخ المصغرة منه واللي بتنزل على اي كوكب وبتسيطر على الناس اللي فيه لحد ما بيستنزف ستارو الموارد اللي فيه كلها، وبعد كده بينتقل لكوكب تاني. وهنا بيعرفوا ان الطريقة الوحيدة علشان يحرروا بيها الكوكب هي انهم يقتلوا الملك اللي بيتحكم في كل النسخ التانية. فبيقرروا انهم يروحوا على برج المرابة وبيركبوا السفينة اللي جي فيها سوبرمان وهو صغير، لكن بيهاجمهم الجاستس ليج وبيسيطروا عليهم. وستارو بيأمر جرين أرو انه يخلص عليهم، ولما بيجي يضرب على داميان السهم فجون بياخده بداله وبيكتشف قدرة جديدة عنده، وبيقوموا هما الاثنين وبيتقاتلوا معاهم. اما لويس فبتروح للرئيس، واللي بيطلع انه ليكس لوثر، وده علشان يعمل خطاب عام يحذر فيه الناس من الغزو الفضائي، لكنه بيقول لها انه هيساعدها مقابل انه يحصل على تأييدها هي والجريدة اللي بتشتغل فيها، وده في الانتخابات اللي جاية. فلويس بتوافق، وبيطلع ليكس على التلفزيون لكنه بيقول للناس انهم يستسلموا لستارو وما يحملوش اي مقاومة قدامه، وبنعرف انه مسيطر عليه هو كمان. فلويس بتقوم حرقاه بالسبراي اللي معاه وبتقول له انها كانت عارفة من البداية ان الكائن مسيطر عليه من ساعة ما وافق انه يقابلها، وبتقول لابنها في التلفزيون ان الحرارة بتقدر تأذي المخلوق. لكن ليكس بيقوم تاني والارسال بيتقطع، وداميان بيقدر انه يهزم كيد فلاش وبيست بوي، لكن مارشن مان هانتر بيمسكه. فجون بيجي وبيحرق الكائن اللي مسيطر عليه لكنهم ما بيقدروش يشيلوه من على وشه، فبيروحوا على المخبأ بتاع ستارو. لكنهم بيقابلوا سوبرمان وباتمان وبيبدأ القتال ما بينهم، لكنهم طبعا ما بيبقوش قادرين عليهم، فبيقرروا انهم يخلصوا من باتمان الاول. وبالفعل بيقدروا يسيطروا عليه، لكن سوبرمان بيوصل وبيضربهم. فداميان بيلبس خاتم مصنوع من الكريبتون وبيضرب بيه سوبرمان وبيقدر يوقعه. اما جون فبيقتل باتمان اللي بيبقى مسيطر عليه، لكنه بلكمة واحدة بيقدر ينيمه على الارض. فبيظهر لهم بعدها ستارو وبيقول لهم انه خلاص سيطر على كوكبهم بالكامل وان مفيش حاجة يقدروا يعملوها. وجون بيهاجمه لكن مفيش حاجة بتبقى مأثرة فيه. ساعتها بياخدوا اعضاء الجاستس ليج وبيحطوهم في سفينة وبيخرجوهم بره برج المراقبة، وده لانهم هيفجروا برج المراقبة بالكامل عن طريق تحريكه ناحية الغلاف الجوي. لكن ستارو بيهاجم داميان، فجون بينقذه وبيضرب الليزر في عين ستارو، وبيبدأ البرج في الاشتعال والنار بتمسك في ستارو والنسخ بتاعته بتبدأ في الموت وهو بيولع بالكامل وبيقع من البرج. اما باتمان وسوبرمان بيفوقوا، وسوبرمان بيطير ناحية البرج وبياخد القطعة المتبقية منه وبينزلها على الارض. لكن ستارو بيظهر تاني وبيهاجمهم، فسوبرمان بيشيله وبيرميه ناحية جون اللي بيقطع شجرة وبيضربه بيها زي البيسبول وبيرميه بره الكوكب بعد ما بيتحرق. اما فريق التايتنز فبيوافق على انضمام داميان ليهم بعد انقاذه للارض. وبعدها بيروح هو وابوه علشان يحضروا ماتش البيسبول بتاع جون، اللي بيفرح جدا لما بيلاقي ابوه موجود وبيشجعه، وبينجح جون في انه يضرب الكرة اخيرا وبيكسب فريقه. وبيخلص الفيلم على كده.